السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحصة سوف نتكلم عن الحركة في بعدين. من الأمثلة على الحركة في بعدين حركة المقذوفات. فما هي المقذوفات؟ المقذوفات عبارة عن حركة الجسم في بعدين، أي على محور إكس وعلى محور واي، تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية مع إهمال مقاومة الهواء، وبالتالي يكون حركة المقذوف تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية. معنى الكلام أن المقذوفات عبارة عن حركة الجسم في بعدين تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية مع إهمال مقاومة الهواء، ويمكن تحديد مسار حركة المقذوف من خلال الرسمة الموضحة على الصبورة. فمثلا لدي مقذوف يميل بزاوية ولتكن ثيتا عن محور إكس، وهو عبارة عن مستوى سطح الأرض، وهذا المقذوف وليكن ينطلق بسرعة ابتدائية ولتكن مقداره هذه الإنيرشيا. طبعا سوف يسلك هذا المقذوف القطع المكافئ الموضح على السبورة لحظة الانطلاق، يستمر في الانطلاق حتى يصل اليمين إلى الهدف، وبالتالي أثناء قطعه إلى هذا المسار نجد أنه حركته تكون ما بين محور واي ومحور اكس، لذلك أطلق عليها أنها حركة في بعدين. وما دام أنه ينطلق بسرعة ابتدائية في انيشال، وهذه السرعة تميل بزاوية ثيتا، فإنني بإمكاني أن أحلل السرعة الابتدائية إلى المركبة إكس والمركبة واي، ومنها أصبحت لدينا في إكس إنيشيال على محور إكس، أي حللنا السرعة الابتدائية على محور إكس وعلى محور واي، فأصبحت لدي سرعة المركبة إكس ولدي سرعة ابتدائية في المركبة واي، في إكس إنيشيال في واي إنيشيال. ومنها في إكس إنيشيال تلقائيا تأخذ قيمة كوزاي، لأن الزاوية بدأت من عندها، وبالتالي تصبح في إكس إنيشيال تساوي في إنيشيال كوزاي ثيتا، كوزاي الثيتا، ومنها تصبح في إكس إنيشيال تساوي في إنيشيال كوزاي ثيتا. بينما نضعها بينما في واي إنيشيال تساوي في إنيشيال ساي ثيتا، ساي ثيتا في المركبة واي، وبالتالي أصبحت في إكس إنيشيال تساوي في إنيشيال كوساين ثيتا، وفي واي إنيشيال في إنيشيال ساين ثيتا. الآن هي عند الطلقة المقذوف، يستمر المقذوف في مساره حتى يصل إلى النقطة، هذه نطلق عليها النقطة أقصى ارتفاع، نقطة أقصى ارتفاع، وعند أقصى ارتفاع نجد أن مركبة السرعة على محور واي تساوي زيرو، تساوي زيرو، بمعنى أن في واي عند أقصى ارتفاع هنا تساوي زيرو. لماذا؟ لأنه لو لم تساوي في واي زيرو لكان المقذوف ارتفع أكثر من ذلك، لكن السرعة عند أقصى السرعة في مركبة واي عند أقصى ارتفاع تساوي زيرو، بمعنى أن في واي إنيشيال تكون أكبر ما يمكن لحظة الانطلاق، ومن ثم السرعة في مركبة واي تقل تدريجيا، تقل تدريجيا إلى أن تصل إلى أقصى ارتفاع، عند أقصى ارتفاع تساوي في واي زيرو. عندما ينزل المقذوف بتأثير الجاذبية الأرضية تزداد في واي، حيث تصبح تزداد حتى تصل إلى قيمتها العظمى قبل الاصطدام بالأرض، بينما السرعة في مركبة إكس تبقى ثابتة لا تتغير.
تبقى ثابتة. إذن السرعة مركبة السرعة السينية تبقى مقدارها ثابت، لكن المتغير من هنا مركبة السرعة في محور واي تكون في واي ايش الأكبر؟ يمكن تقل تدريجيا تدريجيا يعني تصل إلى أقصى ارتفاع، عند أقصى ارتفاع تساوي في واي زيرو، بعد ذلك عندما ينزل الجسم تزداد تدريجيا. ومنها أعزائي الطلبة نستطيع استنتاج أن السرعة في المركبة السينية تبقى ثابتة ولا تتغير، بينما السرعة في المركبة الصاقية تتغير وتصل قيمتها صفر عند أقصى ارتفاع. ومنها مركبة السرعة في المركبة السينية تبقى ثابتة لا تتغير، بينما السرعة في المركبة الصاغية السرعة في المركبة الصاغية تتغير وتصبح قيمتها تساوي صفر عند أقصى ارتفاع. والآن أعزائي الطلبة نريد إيجاد مقدار الزمن الذي يستغرقه الجسم من لحظة انطلاقه وحتى الوصول إلى أقصى ارتفاع. ما هي العلاقة التي يتم من خلالها إيجاد مقدار الزمن من لحظة انطلاق الجسم إلى أقصى ارتفاع؟ هذا الزمن أطلقت عليه وليكن تي واحد. إذا الجسم من لحظة انطلاقه حتى الوصول إلى أقصى ارتفاع يستغرق زمن وليكن تي واحد، وهذا الزمن يتساوى مع الزمن الذي يستغرقه الجسم من لحظة الوصول إلى أقصى ارتفاع وحتى الوصول إلى هذا. بمعنى لو استغرق الجسم المطلوب من لحظة الانطلاق وحتى أقصى ارتفاع خمس ثواني، فإنه أيضا في مرحلة النزول يستغرق خمس ثواني، لكن بشرط مع إهمال مقاومة الهواء، أي أن تي واحد تساوي تي اثنين. هذا الزمن كله أطلق عليه زمن التحليق، زمن التحليق. ومنها يمكن إيجاد الزمن الذي يستغرقه المقذوف حتى يصل إلى أقصى ارتفاع من خلال العلاقة التالية. ما هي العلاقة؟ يقول لي إنه تي واحد تساوي في إنيشال صاين الثيتا على جي. هذا مين؟ الزمن الذي يستغرقه الجسم لكي يصل إلى أقصى ارتفاع. طيب لو نجيب زمن التحليق بضرب المعادلة هذه اثنين، وبالتالي أستطيع القول يمكن إيجاد زمن التحليق من خلال العلاقة التالية. أنا عندي الزمن من لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى الهدف، فما مقدار الزمن من لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى الهدف؟ بضرب العلاقة هذين اثنين، ومنها يصبح زمن التحليق زمن
يمكن إيجاد مقدار أقصى ارتفاع؟ يمكن إيجاد مقدار أقصى ارتفاع من خلال العلاقة التالية. يمكن إيجاد مقدار أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم من خلال العلاقة التالية. أقصى ارتفاع رمزنا إلى الرمز مين؟ H، ومنها تصبح H الكل تربيع على 2 لتصارع الجاذبية قبليا. إذا أقصى ارتفاع تساوي V initial ساين ثيتا الكل تربيع على 2 لتصارع الجاذبية الأرضية. تمام. الآن هذه العلاقة جبت الزمن الوصول إلى أقصى ارتفاع، زمن التحليق أقصى ارتفاع. طب الآن لو بدنا نجيب المدى الأفقي، إيش هو المدى الأفقي؟ هو المسافة من لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى مين؟ إلى الهدف، وحتى الوصول إلى الهدف. ومنها يمكن إيجاد المدى الأفقي من خلال العلاقة التالية. المدى الأفقي يرمز له الرمز مين؟ رمز R، ومنها تصبح المدى الأفقي R تساوي في إنيشال تربيع صاين 2 ثيتا على تصارع الجاذبية الأرضية. وبالتالي أعزائي الطلاب بهذه العلاقة المدى الأفقي، يعني هذا المقلوب يصل إلى 60 كيلو، 70 كيلو، 80 كيلو، 1000 كيلو، وهكذا. وبالتالي أستطيع إيجاد بعض المقاييس أو المقادير للمقلوب من خلال هذه العلاقات الموجودة لدي. طبعاً أعزائي الطلاب في هذه الحصة تعرفنا على كيفية مسار المقلوب أثناء انطلاقه في مجال الجاذبية الأرضية والعلاقات الأرضية المرتبطة به والقوانين